المخبل في كوب. قديش باش تحاسب؟ نحاسبكم بالتصاور. قديش قديش باش تحاسب وقت نشوف التصويره الاولى معاي؟ باه. التصويره الاولى جينا من مدرسه سيدي يحسي. اول حاجه كي تشوف انت داخل المدرسه فما علم، بعد ما غنبرنا وبعد ما قلنا كيفاش العلامه نتاعنا يتحط بالطريقه هذيك من الفوق وكيفاش هو مقطع وكيفاش كذا، مدير المدرسه والاطار التربوي اللي ساهر على المدرسه غادي حط علم كامل مزيان مزين في الباب. خلينا نكون سوا واضحين، عدينا التصويره نتاع هذا مدخل الاناث وهذا مدخل الذكور في مدرسه ولا ليسي؟ مدرسه خاصه. لا مش خاصه، في المنزل. مدرسه خاصه في المنزل. ضيف حاسر بعد تدخل طلعت مدير، نحس اني راو كيما قلت لكم نحس معناتها اول ايدي جات باش تعمل دوز اكسي وتفرق بيناتهم، وبعد نحاتها واعتذرت قالت راني نحس النيه ما نقصت بها حتى شيء. درابو هذا ماهيش باش نديها فما روح صحيح، وقت نلقينا درابو تركا فشام في مدرسه تونسيه يا معلم راهو مدرسه تونسيه معاك. اما شكون قال لك ما كانتش هيبه تركيه ذي؟ حد ما قرا، خاطر وقت اللي زاد نقاو الهبات التركيه اللي عطاتهم لعديد من البلديات قعد الدرابو نتاعهم موجود في الكاميونات نتاعها، دونك تنجم هذه تكون تي اطار هبه بناو جزء من الاقسام ولا هذايا وخليو الدرابو نتاعهم. هكا نجم تكون هكا. تمشي لتلميذ عمره 6 ولا 7 سنين تقري له في مخه انه راهو علم تركيا بنفس المستوى هو علم تونس وانت داخل تقري وتحيي في علم، حتى كان عطاتني هبه بارك الله فيها ويعيشها ويعطيها الصحه، اما مش الدرجه انك باش تحط لي علم في مع صغير قاعد تعمل مع عمره 8 سنين، معناها تعطيه له وهذاك هو راه باش يقبله من عندك. تركيا عطاتك اعانات في الاخر، كان عطاتك معناتها مدرسه خير من الناس اللي يقعد يقلق يمشي كسر مدرسه ويسرق مدرسه، وهذا صاير في عديد من المدارس، هذاك الفرق بين التمريض ريت كيفاش ولات تحشم الحكايه، اما ذاك هو واقع تونسي. واقع تونسي زاد من ناحيه اخرى وقت اللي نشوفوه صغير مازال اليوم ما عندوش الماء وما عندوش منين يغسل يديه، يعني اللي انت طالب فيه ببروتوكول صحي، انت طالب فيه اليوم باش توفر له الجيل والصابون، شوف معايا التصويره مليح وثبت الحايم وخلي الناس الكل اللي تسمع فيها واللي تشوف فينا خاصه على اللايف فيسبوك تفهم التصويره هذه مرميته عملوا فيها سباله باش يوليو التسهيل على التلميذ وقت يبدا هو في المدرسه ويحل السباله هذيك ويغسل يديه. دونك اذا كان انت اليوم كوزاره التربيه ولا وزاره الصحه ما تنجمش توفر لي ابسط مقاومات مقاومه فيروس الكورونا، كيفاش تنجم تحاسبني بحاجات اخرى في مدرسه؟ هما بركه عندهم صور ديجا ما نعرفش كان كابتيتو الى لا، وعندهم كانتين زاده وذاك عندهم يتسمى بير. أي. بو علاش يستعملوا فيها كما جابش ندخل أم من الحلول الترقيعية اللي لقاوها في مدارسنا التونسية؟ فهمت شحال صعب العباد تستغرب هذا هو الواقع راهو اللي موجود اليوم. واو يا أخي هكا في جندوبة يمشيوا يقراوا كي مشى لهم رئيس الجمهورية، هي هذاك النورمال نتاعهم، هذاك الظرف العادي نتاعهم هم اللي نستغربوا لليوم. أي مش في بالنا استثنائيين على خاطر فما مطر ولا استثنائيين فما كورونا، ما هو هذاك كل يوم اللي يعيشوا التلميذ غادي. مرة أخرى زاد الانفورماتيك وإحنا نحكيوا على جيت فترة نحكيوا على التدريس عن بعد، جيت فترة نحكيوا على تابليت وما عندوش ماء، نعطيو تابليت وما عندوش ماء راهو. هذيك المشكلة غادي، أنا نعطيكم تصويرة أخرى من قاعات الإعلامية وين هذه بحجر قبلها أي من التصويرة الأخرى اللي فيها الانفورماتيك والتصويرة اللي فيها الإعلامية، القاعات هذه هي التصويرة اللي نحكي لكم عليها وين الطاولات حالة حليلة، الكراسي فوق التواول والماء كنت تشوفوه هذاك ماهوش دخل أي ماهوش من في القاعة من باب الصدفة وإلا فام دوميناج تسيق غادي على خاطر وقت اللي صبت المطر السقف عديت الماء للقاعات هذيك، اضطروا الموجودين غادي إنهم يهزوا البيسيت وإلا يهزوا الكمبيوتر يحطوه فوق الخزانة على جنب باش هكاكا ما يتبلش بالماء وما يفسدش. دونك مرة أخرى اليوم الظروف ماهيش حاضرة بالكل العودة مدرسية. دونك المهم سيد المدير الجهوي المكلف بالاستشراف حول الشجرة عنده كرهبة جديدة وإلا ليه؟ الله أعلم. عنده كرهبة وعنده بيرو في كليماتيزور توتوبسيون ولا إيه؟ والله ما هذاك اللي أهم، هذاك اللي أهم من اللي زورزينات. صدقني رحايم في ظروف المدرسة هذه صعيب برشا باش تلقى الكليماتيزور عند المدير وصعيب برشا باش تلقى عنده حتى البيرو، خلينا نقول باش ما نبلغش. أي ساعات تعدى قدام كرهبة إدارية مثخمة نتاع زعما برشا فلوس. يخلطوا عليها الصحة هذيك ما يخلطش عليها فلوس. هذوما شنو معناتها؟ هذوما مازال ما عندهمش صحة، أي صحة الأولاد باش احنا نصرفوا عليكم زاد هكا معناتها.
صحيح نمشي بكم لثنية أخرى وين نتصور الوردية اللي كنت تشوفوا فيها قبل التصور هذه. مدرسة في بحجر، مدير المدرسة يتكفل على جيبه الخاص اليوم بشي هي المدرسة للعودة المدرسية. حبيناها تكون نقطة أمل اليوم في مخبل في كوب. صورة مزينة برشا جينا من بحجر، اسمه السيد وسيم الصياح، مول مشروع تهيئة المركب الصحي بالمدرسة، وخرجوا كما تشوفوا بتصور هذه اللي فيها الحقيقة برشا خدمة برشا تعب أما برشا مزيانة. بيه نسكت معنا أوكي كيفش. خليني نسكت خير تو تعليق نعطيكم بعد شوي خطر تتسويت لازمنا نخرج ونخليو المكان زميلتنا سوار في أولى نشراتنا الإخبارية. هذه كانت صورة اليوم المخبل في كوب. أبدأ نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.